السلام عليكم يا احلى متتبعات رباب في البيت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب دائما بالناس الجداد والناس القدام على القناه. اليوم على الصباح البنات صبحت على لابوست وعلى طبيب الاسنان، وغادي نشارك معكم شنو الاحوايج اللي توصلت بهم من عند موقع بانكود هذه المره، ورايي فيها بكل صراحه وفرجه ممتعه. ما تنسونيش من اللايكات بارتاج والاشتراك في القناه اللي كنتو جداد. اول حاجه اللي حمقاتني البنات هي هادو، حمقوني بزاف بزاف، عجبوني. كدير فيهم الشميعات، كتحليهم من هنا هكا، وكتعاودي تدخلي هادي ديال الشميعه، تعاودي تدخليها. حمقوني بزاف، كتحيدي هادي كتعاودي تصايبيها. ممكن تحطوهم في بيت النعاس، في خديت في البيض وخديت في الكحل، المهم عجبوني صراحه، حمقوني هادو. والحاجه الثانيه حتى هي اللي عجبتني، هذه هي اللي ما كملاتش فرحتي الصراحه، هي هاد الطروات دي. فيه 60 على 60، انا خديت جوج باكيات، كل باكيه فيها 4، يعني انا خديت المجموع 8، ولكن بقى خاصني تقريبا في الوسط قد هاك، فهمتوا كيفاش؟ بحال بقى خاصني هادشي اللي ديرونجاني، وما عرفتش الصراحه فين غادي نديرو. كنت باغا نحطو تما باش ندير تما صالامونجي وندير واحد الطابلو، ولكن دابا تربج ليا كلشي. المهم عطوني اقتراحات فين نقدر نديرو، مثلا فين بلاصه في السيجور في الصالون، شنو بان لكم نتوما؟ المهم خليو لي اقتراحاتكم لتحت. والحاجه الثالثه اللي توصلت بها هي هاد التريه هادي، عجبتني صراحه. هي ماشي كبيره، غير صغيره هكا تقريبا، فيها شبر شبر عجبتني، شفتو كيفاش دايره، وصلتني مزيانه. خديتها على حساب هادو، حيت هادي غنديرها في الكولوار ديال المرح، وهادو غنديرهم في شي ديكور فوق من صالامونجي او لا بيفي او لا، شوف ربي شنو مكتب من بعد. فقلت انا غادي يجيو نفس الستيل ان شاء الله، شفتو حتى هي فيها الشبيكه. بالنسبه للروابط ديال هاد المنتوجات البنات، غادي نخليوهم ليكم في صندوق الوصف، ضغطوا على العنوان، العنوان غادي يبان لكم روابط بالازرق. بالنسبه لهاد البنك ودا البنات، فانا كنت عامل معاهم، كيصيفطوا لي منتوجات انا كنوريهم لكم، وانتم كتضغطوا على ديك كتضغطوا على هذيك ليليان، بهذيك ليليان كيعرفوكم نتوما دخلتوا من القناه ديالي. هذا الشيء الا بغيتوا نتوما، ملي كيدخلوا الناس بزاف لهذوك الروابط كتعاونوني انا باش يتعاونوا معايا مره اخرى. فلا كنت نستاهل ونستحق، ضغطوا على الروابط، على الاقل خاصني نفوت 1000 ضغطه باش يتعاونوا معايا مره اخرى. فما كرهتش كلكم تضغطوا على الروابط الا كنت عزيزه عليكم، وهذا الشيء كنعتبره انا هديه منكم نتوما، حيت نتوما اللي كتخليوني نعاود نتعاون معاهم. وصافي اليوم غادي نكمل معكم هذا المغير، عجبني الصراحه هذا بزاف. بالنسبه لهذا البنات، الثمن ديالو شي 6000 ريال، هادو تقريبا شي 100 درهم الوحده، والتريه يمكن شي 170 100 بحال هكا. المهم نتوما ضغطوا على الروابط باش غيبين لكم الصوره، من هاني تنقشوا عويناتكم، من هاني تعاونوا معايا باش نتعاون معاهم. وكنبوسكم بزاف ونهاركم مبروك، يلا نكملوا الفيديو. هنا مباشره البنات دزت للمطبخ، كان عندي دجاج ما كنتش غاسله وخليته يعني بما رجعت. فبزاف تيقولوا لي طريقتك في تقسيم الدجاج، طريقتي ساهله وعاديه كيف ما كتشوفوا معايا. كنبدا بالفخاد، هما الاولين، اللي بغى يخليهم بحال هكا يخليهم، اللي بغى يقطعهم يقطعهم. المهم انا غادي نشارك معكم طريقتي من الطقطق. السلام عليكم. المهم اول حاجه ضروري يكون عندك موس يكون ماضي، وحاولوا على يدياتكم، وضروري مقص يكون خاص بالمطبخ، يكون كبير ولا صغير المهم يكون ماضي. المهم هاد الجناب البنات كنفضل نقطعهم بالمقص، كتجي اسهل حيت كتكون ديك البلاصه رقيقه، ما كيكونش غليظ ومنظم. يعني هنا كانت ديجا مرقده في الماء والملح وغسلته بالملح، ولكن حيت كنعاود نقطعه خاصني ضروري
نحكو بالملح باش تحيد لي ديك الشحمه وهادي وكل شيء. المهم دابا هاد الظهر كنحاول نقطعه بحال هكا، يعني كنخلي داك الضليعات ديال الدجاج عاديين، وهذا نقطعو على جوج حيت هاد باش يبانو صغار، حيت ما كنبغيهمش يبقاو يبانو كبار. اما الصدر هنا البنات كان ديما كناخد جوج ديال الفرارج، واحد كنخليه صين وواحد كنقطعو بحال الطريقه. هنا الدجاج كنخليه بحال هكا، ربما ندير به مثلا رفيسه ولا شي حاجه. هادي طريقه، واللي كتبغي الشحمه تخليها، واللي ما كتبغيهاش تحيدها. انا هنا في هاد البانيو غادي نعاود ندير الخل، وغادي نعاود ندير اكيد الملح، وغادي ندير الحامض. وهنا انا ضروري كنحيد الزبده حيت ما كيبغيوهاش وليداتي وما كنبغيهاش انا. كيف ما قلت لكم هذا كنديروا غير الطمرقه، فكنقطعوا بحال هكا الصدر. دابا غادي نقطعوه على جوج، وكنحاول نحيد ديك الشحيمات اللي كتكون في الجناب، والفخاد حتى هما كنقطعهم من ديك البلاصه ديال التنيه. فهادي طريقه ساهله بزاف باش كنقطع الفروج داك اللي زايده كنحيدها، حيت الفخيضات كنبغي ندير فيهم ديك اللاطه اللي كنت شاركت معاكم ديال الدجاج في الفرن، كتجي روعه 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 وكيجي محمر. فكيف ما قلت لكم مره كنحيد الشحمه الجلده، مره كنخليها صافي. كندير المليحه، وكندير ايضا الحامض. وصراحه هنا اليوم جيت معطله بزاف بزاف بزاف، مابقاش عندي نهائيا الوقت باش ندير الغداء. فالدجاج يلا كنرقد فيه، ماشي ما يمكن لياش نطيبو دابا، خاصو تيترقد. فاسهل حاجه كنديرها هي كندير مطيشه دوائر، كنقليها في الزيت مع العطريه كامله ثومه، وكندير عليها القزبر معنوس، وكندير يعني حتى كيتقلى، حتى كتهبط ليا ديك مطيشه، ماشي كنمعسه، كنخليها دوائر وكنخليها تتقلى. من بعد كنضيف عليها البيض وصافي، وكنرافقها اكيد مع الفريت. عرفتوا البنات ملي كديروا فيها هاد الاكله الثومه كتجي رائعه بزاف بزاف. انايا تعمدت انني نوريكم الغدا ديال اليوم باش ما تقولوش دائما راه باب كدير بحساب الروتينات، ودائما كدير الغدا زوين، ودائما انا صافي كنفيق الصباح كنقول كيف ما كان النهار غادي نشاركو معاكم. وهنايا صافي غنخليها طيب، ومن بعد غادي نتغدى، وغادي نغسل معناتي كيف ما العاده، وغادي نمشي نتسكى نرتاح لحقاش عندي واحد الهبيطه الاكيا. البنات كنعتذر، غلطت قلت هذيك كيتي ما عندناش حنا اكيا في خريبكه، فجيت نصور لكم صراحه الاثمنه وداك الشيء. هاد الثمن اللي وريتكم البنات ديال المطله ماشي ديال، وبان لي الصراحه اثمنه مقارنه مع الشكل ديال الناموسيه، وهذا بان لي زايدين فيه واحد شويه. فبزاف ديال الناس كنشكرهم بزاف بزاف من قلبي اللي نصحوني باش من انا عارفه كيتي ما فيهاش الصح، ولكن كيعجبني الشكل حيت النجار ما يقدرش يدير لك هاد الديزاين اللي كتشوفي. هذيك 596 البنات غير ديال ديك الحديده اللي كتحط فوق الماطله، فما كرهتش البنات. هنا البيرو عجبني، ديري لي شي 600 درهم، ما كرهتش. كيف ما قلت لكم اللي مصايبه شي بيت عند النجار لوليداتها شي حاجه زوينه تصيفطها ليا في الفيسبوك رباب في البيت، اولا الانستغرام رباب تيري بلويت دان، وضروري معايا البيوتات لوليداتكم كيفاش دايرين ليهم. انا نخلي لكم جميع المواقع التواصل في صندوق الوصف. وهنا عجبوني هاد البيروات البنات، ولكن للاسف داير ليهم بزاجه في البيرو، فكتخافي راكم عارفين الوليدات. وهاد الناموسيه هي اللي حمقات زياد، ولكن الا كبر شويه ما يبقاش يستافد منها. يعني انا ما كرهتش نصايب لي شي بيت سامبل. ودايرين هادو البنات تا هما زوينين، هذوك اللعيبات البيضين فاش كديري المعالق ديري ليهم 100 درهم. المهم كانوا بانوا لي في اكيا شي مرات، ولكن ما بانوش لي هاد الثمن. كيبان لي ان ايكيا رخيصه في الثمن على كيتيه. المهم ولكن باش نقول لكم انايا تقريبا بيت نعاس ديالي واخداه بهذا الشكل هذا، ماشي من كيتيه ولكن واخداه بحال هكا، يعني من نفس الخشب اللي ديروه هكا. ما نكذبش عليكم، ما كيبغيش التحوال، ما كيبغيش بحال هكا الماء، ما كيبغيش بزاف ديال الحوايج. فمن الاحسن الواحد يبعد على هذا الشيء، وانا دابا اقتنعت 100% باش ما ناخذش اليوم من هذا الشيء. وزياد عجبو هاد العجبات وهاد الناموسيه هذه فيها البيرو، راه هو فين كيدخل المجيرات فين كتحط، يعني ما كيشدش لي سباس في البيت. واساسا انا جيت على ود البيف اللي كنت شفت ديك المره، جيت باش نعاود النظر، وملي جيت صافي اقتنعت باللي ما خصنيش ناخذو حتى هو داير لي الثمن.
وفي نفس الوقت ما صحيحش. هذا البيت الوحيد اللي عجبني في كيديا، ما كرهتش بحال هكا نصايب الزياد بيته يكون نقي ويكون شويه ديال اي سن. شنو باليكم نتوما؟ كاين هذا البنات ثاني اللون ديالو زوين عجبني، ولكن بالي هابط فتاني بدلت رايي. هذا اللي عجبني اليوم صراحه، هذا اللي عجبني بزاف بزاف بزاف. ما عرفتش صراحه ملي كنمشي للكيديا كيتلفوا لي المواره كنبقى عارفه شنو ناخذ، ولكن ملي جيت صافي يعني اقتنعت من بعض اراء بعض البنات، كنشكرهم بزاف. وبيوت الناس كاين زوينين، المهم تقدروا تاخذوا هاد الشكل وتوريوه للنجار، الكوافوزات لاصقين فيهم بلا ما تبقاي تحاولي من هنا ومن هنا ومن هنا. ولقيت حتى هادو دايرينهم زوينين باش تجمعي الالعاب، والثمن 7000 ريال ديري الكبيره، تجمعي الالعاب تقاشر اي حاجه تخص بيت وليدك. وهادو دايرين لي مقيله 255 يعني 6000 ريال، فبالي الثمن شويه غالي. البنات هنا غادي نحضر معكم الدونات، غادي نحتاج فيهم هنايا زلافه ديال الفورس، غادي ندير في نفس الوقت غادي ندير هنا في الطاسه. غادي نحتاجو ايضا هنا معلقه ديال السنيده، غادي نحتاجو هنا خميره وهنا المليحه، وغادي نحتاجو معلقه ديال الزبده، وغادي نحتاجو قبصه ديال الحامض عفوا برشه ديال الحامض، وغنحتاجو الفاني، كيف تشوفوا. وغادي نديرو هنا بيضه، وهنا غادي نخلطو اكيد كلشي بهاد الحليب. اول حاجه غادي نمعكو هاد الزبده والبيض مع هاد الدقيق هذا حتى تبان لينا كلشي ينسجم مع بعضياته. صافي من بعد ما خلطت كلشي غادي نزيد الكاس معامر بحال هكا ديال الحليب، غادي نضيف كل التخوه. عاوتاني الحليب البنات كيبقى دائما على حساب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين الدقيق اللي ما كيشربش. وهاد العجينه هذه كتجي مرخوفه شويه ما كتجيش قاصحه. المهم انا غادي نجمعها وغادي نرجع لكم. اللي بغات تعجنها في العجانه تعجنها، انا بالي غير قليله هادشي ما كاينلاش العجانه، غنعجنها غير بيدي ونرجع لكم. المهم هنا البنات العجينه من بعد ما جمعتها ضروري كدلكوها واحد شويه. صافي خاصها تقط لصق في اليد كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نخليها تختمر وغادي نغطيها اكيد بالسلوفان. شفتوا البنات كيفاش كتلصق؟ مهم صافي دابا هكا كتكون. غادي نديرها نرجعها في الاناء ديالها ونخليها تخمر وغنرجع لكم. البنات العجينه ديالي من بعد ما خمرات دابا غادي مهم صراحه حيت دابا كيبدا يبرد الحال كنلقاو دائما مشكل في العجينه ما كتخمرش لينا. فانا شنو كندير؟ كنسخن دائما، كنقولها لكم كنسخن شتو خمرات، كنسخن دائما الفران ديال الضو وكنحط نلويها في شي حاجه وكنحطها. دابا غادي نسرح واحد الكميه وغادي نبدا نقطع فيها. واحد القضيه هنا، انا ملي كنت في الدار ملي كنا نصايبوا الحلوى وداكشي نسيت كاع داكشي اللي كنصايب بيه الحلوى عند ماما. ودابا قلبت لقيت واحد السير كبير شويه فما لقيت باش غادي نقطع، والحل الوحيد اللي لقيت هو هذه ديال القهوه. هادشي اللي كاين غادي نسرح هادشي مزيان. المهم غنسرحها ونرجع لكم. المهم انا ورقتها هنا البنات، شوفوا ما خصهاش تكون رقيقه بزاف هكا تكون مزيان. صافي دابا غادي نقطع بالآلة العجيبه هكا. المهم نتوما الحجم اللي بغيتو. شتو بصراحه زوينه هاد الآلة العجيبه.
مهم هانتوما شتو خاصها تجي هكا. دابا انا غادي نكمل ياكو وغادي نحط في هذاك المنديل راه ولي ديال الفلاطه حتى نسالي كلشي وغادي نخليه يخمر. وهاد العجينه البنات كنعاود ندير لها بحال هكا حتى كتجمع مزيان وكنرجع البلاستيكه ترخف. دابا حبيباتي انا ساليت الدونات ديالي دابا نخليهم حتى يخمروا مزيان ومن بعد غادي نرجع لكم باش نوريكم كيفاش غادي نصايبو. وهنا البنات صافي كنسخن الزيت كنجي كنقليهم عادي بحال غنقلي اي حاجه كنخليهم حتى كيتنفخوا هكا كياخذوا داك اللون الذهبي من التحت عاد ديك الساعه يمكن ليا نقلبهم. البنات حاولوا تردوا بالكم شوفوا هنا يلاه كرميتهم والبوطه تكون مهيله يلاه كرميتهم شوفوا دغيا كيتحمر. المهم دابا نخليكم مع الشكل النهائي. اخيرا حبيباتي هما الدونات ديالنا وجدوا كيجيو على هذا الشكل هذا كيجيو رائعين بصراحه. احمق عليهم ولادي ما كيخليونيش حتى كنحط طبله. المهم انا ديال الله حطيت زعما بغيت نقعد الطبله وهادي ناكلو هما كلاو داكشي اللي طيبت الاول. غير هو من الاحسن البنات تخليوهم يخمروا باش يجيوكم منفوخين. المهم انا نحل معكم هادي باش تشوفوا كيفاش كيجي شفتوا وما كيجيوش نهائيا انهم زيتين ولا شي حاجه كيجيو ناشفين بزاف هانتوما. ممكن ديروا لهم الحشوه اللي درت لكم داك النهار ديال حشوه الشوكولا اللي درتها في الشهده تلقاو هنا الرابط ديال الشهده شوفوا كيجيو رائعين. ممكن تزوقوهم من الفوق بالشوكولات. انا اكتفيت فقط باش بسكر كلاصي. وهذا هو الفيديو ديال اليوم البنات كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وكنتمنى يا ربي ما نكونش طولت عليكم. وما تنساوش لايك ديالكم وما تنساوش الاشتراك في القناه اللي كنتو جداد. ونقول لكم بسلام عليكم وليله سعيده. باي باي. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it, oh. The past is everything we were. Don't make us who we are.